مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء راحة البال، مساء الأمن، مساء الأمان، مساء كل الحب كله، الحب اللي في الدنيا كلها ربي يزرعه في قلوبكم، الرحمة اللي في الدنيا كلها ربي يزرعها في قلوبكم. إن شاء الله معاكم دلوقتي وصفة تعجبكم جدا، إن شاء الله تعجبكم وتحوز على إعجابكم. وعايزه منكم لو سمحت بعد اذنكم، زي ما انا بتعب معاكم واعمل لكم كل حاجه انا بعملها بعكسها عندكم، اتمنى تضغطوا لايك قبل ما تطلعوا الفيديو. مش لازم تضغطوا لايك دلوقتي، ممكن تستنوا شويه لغايه ما تشوفوا الوصفه. اذا كانت عجبتكم انزلوا اضغطوا لايك، واذا كانت عجبتكم كمان اكتبوا لي بالكومنت قولي رايكم فيها، فعلوا جرس التنبيهات، اشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش، وكمان اختاروا كلمه الكل علشان كل ما انزل حاجه توصل لكم بيها اشعار. يلا لايك 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 لايك، وتعالوا مع بعض ندخل في الوصفة ونشوف النهاردة هنعمل ايه مع بعض. مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة. يلا حبايبي، ده اول شيء في قناتي، عاوزة لايك لايك لايك، وكمان انزلوا اشتركوا في قناتي من اسفل الفيديو، فعلوا جرس التنبيهات، اختاروا كلمة الكل علشان يوصلكوا احلى الوصفات. ان شاء الله معاكم وصفات كتير جدا، للدهون على الخشم، لتبييض الايدين، لكعب الرجل، لكل الحاجات دي كلها ان شاء الله، لمسكاتر للرقبة، للعرايس، ان شاء الله معاكم مجموعة مسكات حلوة جدا الفترة الجاية. طيب دلوقتي في ناس كتير بتعاني من مشكلة الدهون اللي عند الخشم، اللي عند الخشم في ناس كتير بتعاني من النقطة دي، بتبقى مضايقاهم لما بييجوا يحطوا ميك اب، لما بييجوا يخرجوا بالنهار، بالذات بالنهار بيبقوا متضايقين جدا من الحركة دي. طيب عشان تشيل الدهون اللي عند حوالين الأنف، هقول لك دلوقتي على ماسك تحفة تحفة تحفة. بس قبل ما أعمل الماسك ده هقول لكم حاجة الأمانة، الماسك ده اللي عنده التهاب أو وشه بيلتهب بسرعة ما يعملهوش، تمام؟ تستبعدوه تماما، وهنزل معاكم تاني ماسك للي عندهم حساسية. طيب هتبداي قبل تعملي الماسك ده هتعملي ايه؟ هتعمليه وقبل ما تحطيه على منطقه الخشم هتجربيه على منطقه حساسه في ايدك، على يعني مكان في ايديكي، وتسيبيه لمده دقيقه، اذا عمل لك التهاب اغسليه بسرعه وما تحطوش على خشمك، تمام كده؟ اتفقنا. طب ثواني بس اصب قهوتي واقول لكم. تمامي، انا مدمنه قهوه. صعب في القهوه شويه، مين زيي كده؟ طيب هنكمل بقى وصفتنا. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل الطريقه. هتجيبي معلقه ميه كده، تمام، وهنحتاج جنزبيل. خلاص هو ده اللي انت هتحتاجيه، جنزبيل والميه. وقبل ما تعملي اي ماسك لكل حاجه، لايدك، لبشرتك، لرقبتك، لوشك، اي ده كله، لازم تجيبي معلقه عسل ومعلقه سكر بني وتعمليه مع بعض، وتعملي مساج لبشرتك بالكامل، وخلي المنطقه بتاعت الخشم دي هتبداي ان انت تحطي معلقه ميه ومعلقه من الجنزبيل البودره، تمام؟ ما عندكيش جنزبيل بودره، جيبي جنزبيل فريش وبشريها ناعمه جدا جدا جدا، وهتحطي عليها نقطتين بس ميه بربليها، وابداي ان انت هتاخديها تلاقيها عامله العجينه شويه، بس عجينه مش بتتجمع، عجينه مفتفته، هتبداي تاخديها وتحطيها على منطقه الخشم كده بطبطبه، تمام؟ ولكن في الماسكات الافضل بيكون البودره ده، النوع ده. طيب هتاخدي كده معلقه من ده، معلقه من ده البودرة. فين من اللي حب تسوي فيها كده؟ يعني وتبدأ انت تعمل ميكس. تمام، بقت عجينة انا عايزاها كده، مش عايزاها تكون سايبة. خلاص بقت بالمنظر ده، اهي شايفينها اهي عجينة كده، عجينة تمسكيها تبدأ ان هي تتكون معاكي. ده كده ماسك مظبوط، ماسك الجنزبيل للدهون بتاعة الخشم مظبوطة. هتبدأي تاخديه كده، بصي اهي، هتبدأي تفرديه كده على منطقة الخشم بالكامل، خلاص، وما بين الايه كل منطقة فيها الدهون عموما هتبدأي تحطيها كده، خلاص. انا بعتبر مثلا دي الخشم وبعملها معاكم اهو، خلاص. بعد ما تخلصي كده هتسيبيه قد ايه؟ لمدة 10 دقايق فقط لا غير، ما تسيبوش أكتر من كده، ما تسيبوهوش أكتر من كده، 10 دقايق وبس. هتعمليه قد إيه؟ هتعمليه 3 مرات في الأسبوع وبس كده، وإن شاء الله من أول أسبوع هيخفف لك كل الدهون اللي على منطقة الخشم. وقلت لكم قبل ما تعملوه هتجيبيه وعلى أي منطقة في إيدك كده حساسة شوية هتحطيه مدة 2 دقايق، لقيتيه عمل لك حساسية انزعيه بسرعة واشطفي إيديكي، تمام يا بنات؟ طيب بعد ما تخلصيه هتعملي إيه؟ هتجيبي نص ليمونة، نص ليمونة. بعد ما خلصتيه وشلتيه كده حطيتيه ونزلتيه هتجيبي نص ليمونه، وتبداي ان انت على منطقه خشمك اهو تبداي تعمليها كده،
على منطقة الخشم خلاص وبس كده. يلا لايك وما تنسوش تضغطوا اشتراك لقناتي، فعلوا جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بحبش اطول في الفيديو في فيديوهات الماسكات والحاجات دي. تمام، لايك لايك لايك. لو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنت.